الكهرباء، النبض الحيوي الذي تتدفق جسيماته المشحونة لخدمة البشرية، فهو في بيوتنا وهواتفنا وسياراتنا وعملنا. ومع تسارع وتيرة الحياة وكثرة المشاغل، نبحث عن طرق مبتكرة لإنجاز أعمالنا بطريقة أسهل لمزيد من راحة البال، وأسرع للتفرغ لأمور أكثر وأهم وأكثر وضوحاً من أجل مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً. وحين يتعلق الأمر بالكهرباء، تمنحك شركة مسقط لتوزيع الكهرباء سابق. سابق هو عداد كهرباء رقمي يمنحك التحكم في استهلاك الكهرباء من خلال شحنه برصيد مسبق. لا فواتير بعد اليوم. مع سابق احصل على إيصال رصيد الكهرباء من منافذ التوزيع المتوفرة في أرجاء مسقط على مدار الساعة، واشحن عدادك في أي وقت. أدخل الأرقام الموجودة في بطاقة الشحن واستمتع بالكهرباء دون انقطاع. يتم تركيب عداد سابق في صندوق عداد الكهرباء الخاص بالمنزل أو المبنى، ويتم ربطه بوحدة تحكم داخل المنزل لسهولة شحنه بالقيمة التي تناسب احتياج كل شخص. تحكم في استهلاكك من خلال معرفة رصيدك المتبقي ومعرفة الأجهزة التي تزيد في الاستهلاك مباشرة من خلال شاشة وحدة التحكم. مع سابق لا تقلق بشأن انقطاع الكهرباء عند نفاد الرصيد خلال العطل الرسمية أو بعد الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 10 صباحاً من اليوم التالي. كما يتيح لك سابق الحصول على رصيد في حالات الطوارئ من خلال اتصالك بمركز الاتصالات التابع لشركة مسقط للكهرباء. مع سابق اشحن عدادك وتحكم في استهلاكك وريح بالك.